تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت منافسات بطولة سموه لقفز الحواجز ونظمت من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. واشتملت البطولة على عدة مسابقات للناشئين والعموم برعاية دلمونيا، وقد تم تتويج أبطال المسابقات حيث توج في المسابقة الكبرى الفارس سامي غزوان، بينما جاء في المركز الثاني الفارس معيوف الرميحي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس أحمد أكبر. وقدم جميع المشاركين مستوى رائعا في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث حقق الفارس معيوف الرميحي لقب المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم المستوى الأول، محتكرا المركز الثاني لصالحه أيضا، وتاركا المركز الثالث لأقرب منافسيه من فريق قوة دفاع البحرين الفارس يوسف الخاطر. وفي المسابقة الرابعة للمتقدمين مسابقة السرعة ضد الزمن، حقق الفارس معيوف الرميحي المركز الأول تاركا المركز الثاني للفارس محمود عبد القادر من فريق قوة دفاع البحرين، وفي المركز الثالث حل الفارس يحيى أحمد سلمان. كما تمكن الفارس المتألق حسين محمد دادالله من تحقيق المركز الأول في المسابقة الخامسة فئة المتقدمين المستوى الثالث، وجاء في المركز الثاني الفارس المخضرم سلمان فرج، والمركز الثالث جاء فيه الفارس هيثم البستقي مع الجواد صلاح الدين. وفي المسابقة الأولى لفئة الناشئين المستوى الأول مسابقة التأهل لمرحلة التمايز، حقق المركز الأول الفارس علي حسين العلواني، وفي المركز الثاني جاء الفارس حسين أصغر، وحلت في المركز الثالث الفارسة جميلة هسيد. وفي المسابقة الثانية فئة الناشئين المستوى الثاني مسابقة على مرحلتين مع التأهل المباشر، حقق الفارس الناشئ سلطان الرميحي المركز الأول تاركا المركز الثاني للفارس الناشئ غريس روديني، وفي المركز الثالث جاءت الفارسة إيميلي هوندرت مارك. ومن ناحيتهم قدم كل من محمد خليل السيد الرئيس التنفيذي لشركة إثمار للتطوير دلمونيا، والسيدة هدى جناحي رئيسة لجنة التسويق لقفز الحواجز، وبحضور جان كلود البجاني مدير مشروع دلمونيا، قدموا الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على رعايته الكريمة للبطولة، كما أثنوا على اهتمام ودعم ومتابعة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ خالد بن محمد آل خليفة رئيس لجنة القفز، مؤكدين الاهتمام والدعم المتواصل من شركة دلمونيا لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يحقق الطموح والأهداف ويساهم في تطوير رياضة القفز بالمملكة.